هون لا وراح نضل هون وباقيين هون. البابا بلش الماني 49 كان يشتغل عند واحد اخذ نهار فرصه، زعل الزلمه كيف اخذ نهار فرصه، تركه فل صار يشتغل بالبيت، لحوز بنات على البيت عند ستة، قاطع محامي قال له قبض تعويض، قال له لا، جاب له تعويض 900 ليره سنه 49، جاب له 900 ليره، قال له انا اخذت 200 وهي 900 لك. هو عم يعطيه هون واقف رجال ختيار، قال له حنا في هذا المحل بده يفضي، شوف شو بده تعويض. راح لعنده قال له شو بدك تعويض؟ قال له 900، شيله وعطيه 900. حمل حاله وراح عند صاحب الملك، قال له شو بدك ايجار؟ قال له لمين المحل؟ قال له لإلي، قال له انت بدك تبلش يا حنا؟ قال له ايه. هو جورج بعيطوا له ولد بابا كان عمره 20 سنه. قال له روح بلش واشتغل وبعدين بنحكي بالايجار، ونعزت مصاري طالع عندي واشتغل. وبلش بجميع انواع الحلو، من عوينات لمشبك لمعكرون لنموره لصفوف. مهلبيه كان حاطط طاولتين صغار هيك ياكلوا اولاد الحي، بتعرفي ايام زمان مش مثل هلا العجقه كلها. متري حنا موسى، ابنه لحنا متري موسى اللي اسس المحل سنه 49 اللي هي صورته ورانا. محل بوزه وحلويات عربيه على جميع انواعها كان يعني. انه شو بتتميز؟ كثير هينه، مواد طبيعيه. هلا بقول لك طبيعيه بس ما فيها سكر، بلا فيها سكر، بس لما بستعمل حامض طبيعي وفريز طبيعي ومورد طبيعي وكله معصور وبغلي الحليب على الطريقه العتيقه بعدنا ومشتغل فيها. ومثل ما قلنا من اوائل الناس اللي قالوها استعملوها كتار بعدين، معموله with passion and love. قلناها من زمان اول ما سالني هالسؤال انطوني، قلناها with passion and love، يعني بحيالله شغله هيدي قاعده قايلها لاولادي وبقولها للاصحاب وقلت لكم اياها مره. لما بدكم تعملوا شغله بدكم تعملوها للاخر، انتوا عم تعملوها بمحبه. كانوا ايام زمان بالشتاء حلو بالصيف بوظه، بس ما كانوا ياكلوا بالشتاء يعملوا كذا، ما كانت الكونسوماسيون قويه، كانت العقليه هيك انه بالشتاء بوظه ووجع ضلعين. وما هلا صارت البوظه لوجع ضلعين وللعمليات اللي بيعملوها للضلعين، وكمل بكل شيء. بعدين صار يخفف شوي شوي يعني، وقف كل شيء تمر وكل شيء مهلبيه وكل شيء. بس نزلت الماما صارت تشتغل معه تجوز وهذا، شال الطاولات إذا بتعرف العقلية العديمة، حتى ما حدا يقعد يزنخ ويتسلى، شال الطاولات وشال كل شيء وكمل بوظة وحلو. يعني كانت البوظة توقف بأيلول تشرين ويبلشوا بالحلو بالشتاء، مش الحال. وأنا تركت كنت من أنا وصغير ساعد، وقت كبرت شوية هيك 8 سنين كذا كنت أنزل على المحل أتسلى انبسط واقعد شوي اتعلم وشيء يعني، وشوف وضب واحكي مع زبونات وعارف كيف هيك. بس ما كان يقبل الا تكمل المدرسه، كمل جامعتك، كمل هيدا، ما بدي اياك نهار العيد تيجي تكون مضروب بالمحل. درسنا وعملنا جامعه واشتغلنا ببنك وخلصنا، وبس ضليت اومنتون حتى وقت الجامعه وهيدا. على الاعياد بنزل بساعده خلص البنك، كان دوام للتنتين بالزمانات، خلص البنك للتنتين واطلع اقعد بالمحل ساعده. وصرت اتعلم شوي شوي اكثر من هيك. تا هونيك النهار بدهم يلقوز، قدمت استقالتي وكان البابا بلش يتعب، قلت لهم بدي كفي شغل بي ونزلت قعدت معه. بالشتي في معمول ونموره وصفوف، فهول ما بعملهم بالصيف لانه ما بلحق. منبلش حلو من تشرين تقريبا، تشرين اول تشرين تاني تبلش تنزل البضاعه جديده من سميد وفرخه وهدول، مسحب لبعد عيد الكبير. من بعد عيد الكبير مسحب بالبوظه، والبوظه اخذ الوقت يعني. هلا بالشتاء بيع بوظه اخف من الصيف طبيعي سي نورمال، بس انه عندي كزبونات الشتاء يعني، وبنضل فاتحين عادي. هلا مثلا كل صيفيه بنص اب وبسكر لحودي، ما بقعد بفتح لحد. كل جمعة ست أيام بدل السبعة، مثلا من عيد الكبير لآب سبعة أيام على سبعة بنبلش ناخد شوية بريك نرتاح نهار أحد نشوف العيلة. Thank you.
اشياء كثيره تعلمتها من بيي، هيدا ذوق تعلمته هيدا صراحه من بيي. بابا كان عنده نفس كثير طيب على الاكل وعلى الشغل، يعني بيي ما بياكل بمطاعم، كان كيف كان ياخذ معه علبه ثوم، يعمل ثوم بالبيت ياخذها معه، بيقص بندوره خياره هيدا، واذا كان جوعان بياخذ صحن فول مثلا، ما بحياته اكل لحمه برا، ما بحياته طلب شيء من برا، في كيف بيعمل اكلاته هو، لان كانت معدته شوي حساسه. نرجع لكلمه نفس، لانه تعطي روح للشغل اللي معك. سالته كيف وصلت بيه، قال لي هاي الجوره برا قدام المحل، قلت له، قال لي خليه هي تخبره، كابب عجين ليوم العجين تيعمل المعمول والمشبك والعويمات، كابب فواكه، كابب حليب، قال لي خلي هي تخبرك شو كابب، توصل للي هو بده اياه، مش انه عم تعطيها، عم تعطيها من قلبك. يعني في اوقات كثير كون عم بعبي بحس حالي انه لا هيك هيك عم بحطها، بفكر فيها كيف بده يحس فيها زبون. يعني الباز اللي هو صيفا شتاء ما بيتغير، عندك حليب مع مسكي وسحلب، عندك شوكولا، فستق، لوز، حامض، موارد، فريز وقمر الدين. هلا بالصيف افيرا مزور كل موسم شيء بيطلع لنا شيء. هلا مثلا السنه عملنا جديد بلو بيري، جربنا الخوخ حبوا الخوخ، جربنا الاناناس حبوا الاناناس، هيدول تجربه هيدا الموسم هيدا. قولي جبنا شوي للمدام بتحب الخوخ، الشاب اللي عندي جاب لها خوخ، طلعوا طيبين. قلنا جربنا عملناهم بوضه، اكلوها انطوني ما بقي لك ولا نتفه. الموسم التوت، هدول البلوبري كمان جديده ما دقتوا بعد يا انطوني، اوكي عم تروح عليك شو بدي اعمل. وعاده بعمل يعني بس يبلش موسم الصيف عندك شمام، وبالشتاء بنبلش نضب شوي، بنعمل برتقان موردي، بنعمل كليمانتين كيف، وبنخبي شوي لاول الصيفيه كذا. بنبلش اجمالا ببلشوا حليب، شوكولا، فستق، لوز، بعدين بلش الفواكه وراها، فريز، قمر الدين، حامض، وموارد. هلا هي اون فات الموارد اول شيء سرفري شيء ببوري نوع من عم بتغسلي تمك من الموجود وبتبوردي، بتحضري حالك انه يعني انا هيك عم بحكي، انا حكي انه احسن شيء الموارد بالاول، لانه ببورد التم بتبلشي تاكلي البوزه وتستطعمي الموارد. كمان كان ستي معلمتنا بايام الصيفيه تنبورد يحطوا موارد بقلب المي، بس نشرب موارد كيف، مشان هيك عندك التكستير هاي. بلشي حامض، اخف حموضه قمر الدين، اخف حموض هيدا، بلشي شويه حلو اللي الفريز، يعني ساديغراد دو سيترون جوسكو ان بو سكري، توصلي تحت الفريز عندك الكروكان اللوز اللي هو تقريبا احلى سكري اكثر واحد في هيدا. اعطيك بلشت بالبوظه عرفتي كيف، الكريموز يعني اللي بتعطيك الطعمه، بنزلي اخف حلو الفستق، شوكولا نوار منه مر ومنه حلو بذات الوقت، يعني اخدين هاللي ميت بين اثنين، وبتنزلي على الحليب. الحليب بالكعب هيدي اللي زاد لي اياها الحكيم، انه معك خبر الحليب بالاخر كثير مهم. قلت له ليه؟ قال لي لان سابلوك للسيديتيل بدها تطلع بعدين، اذا واحد عنده السيديتيل بيجي الحليب سابلوك للسيديتيل. هيدي معلومه كسبناها. هيدا حليب مع مسكي وسحلب، اللي كثير عالم بتقول بدها قشطه، نحن ما بنعمل قشطه بالمعنى المعروف فيها، خليني اعبيها هي لحالها. اوكي، حليب مع مسكي، شوكولا، الشوكولا اللي انا بجيب كاكاو بعمله، بصير يسالوني اي شو شوكولا بتعمل بالمون، نحن بنعملها بندبوه وبندبوه. هيدا ليك اللون غامق حلو، منه مر ومنه حلو، فيتري بيان سافون على بوش، يعطيك طعم كثير منيحه. هيدا رجعنا لقصه الحبوب والمكسرات، فستق حلبي عم خبي لك اياهم شوي. حنا متر كم سنه صار له؟ هيدا لوز هلا بنخبره، هيدا الكروكان اللي عم يتخانقوا عليه العالم، وبنرجع فريز، بنجيب الفريزات، لو سبقت شوي كنا شفت ملا فريزات جايبينهم وعم نحطهم، وقمر الدين اللي بعدنا عم نحط فيه صنوبر ما راح نغير، اللي فيه عادته بغير عادته بتقلص عادته،
والحامض اللي بتعرفه مثل العادة بيتصوبان بينبراش بينعصر بيتزبط. منبليش بالمورد نرتب تبنى. الورد لونه أبيض لأنه طبيعي. ما في كولورا ما في شيء مثل المورد اللي بتجيبه على البيت أبيض. وهيدي والمحل مثل ما رح نغير من سنة 49 71 years of history 49 من سنة 49 71 years of history نقلنا لهونيك بعد الانفجار. رجعنا هلا من أول السنة من 10 كانوا رجعت بلشت هون لبين ما خلص المحل وقفته. المحل محل بس ما بدك تحكي عن المحل كمحل، بدك تحكي عن الروح تبع المحل. شفت كيف؟ تحت كان حي جامع أكثر، يعني ربيانين مع بعضهم كلهم كانوا بالحي. هلا بعده بيجي زبونات من هونيك بيقولوا لي اشتقنا لك وكذا، انه ليش؟ هو رايح على الشغل على بكره صباح الخير وراجع من عشية كيفك كذا، عرفتي كيف؟ يعطيك العافية، نهارك كان حلو نهارك كان حلو، عرفتي؟ هالريلاسيون بين الجيران كانت كلهم سوا. هلا أنا بس إذا بنزل مشي هلا من هون للمحل القديم بسلم لي عشية 20 واحد على الطريق، عرفتي كيف؟ لأنه معودين علي انزل مشي كل يوم. في منهم بعرفه من ايام بي رجال كبار، في منهم شباب من عمري، ربينا سوا بالحي تحت. هلا هون الحي كمان انا منطقتي لانه ساكن بيت اهلي هون وانا ساكن هون قريب، مثلا بعرف جاري من زمان عرفتي شو، وبعرف ناس كانوا هون فتحوا بوجهي. هلا تعرفت على شخص جديد، تعرفت على واحد بيقرب كمان فتح جديد قريبه لواحد بيقربني. هاي الاشرفيه هيك، هيدا لبنان هيك، بكل حي بكل ظروف في مجموعه اشخاص. هلا تحت البناية حلوة استوريك، استوريك انه كمبنى وبس ما تساوى، شو بدنا نعمل؟ اجى الانفجار قلنا لهم 71 سنة بس رح نكمل، يعني من 49 لل 2020 بالمحل ذاته، برغم هيدا وكله كملنا. أول ما عملوا البسكوي بوذا اللبنانية هاي كانت البسكوي سيتين تراديسيون، بالقليل نحافظ على نتفي شيء بهالتراديسيون الموجودين بالحياة. يعني هلا كله لاحق الكورن وما الكورن عن الطريقة الأجنبية، الأجانب بس تعرفوا على البسكوت صاروا ينبسطوا ياكلوا بهايدي، كيف طعمتها أخف وما فيها سكر. هون الحلو إنه ما عم بتزيد سكر على البوزة، عم بتحليها زيادة عن اللزوم. كثير بيحبوا الكورنيه، الكورنيه وكذا، هي كورنيه في سكر وعم بتطلبوني يخفف سكر، بتزيدوا سكر على البسكويت. بعدين ستين تراديسيون مثل ما قلت لك، يعني قد ما في رح جرب كمل، طالما فيها البسكوي رح كمل فيها البسكوي. لما قلت له للبابا كمل بالشتاء، لان شفت برا في ناس بتاكل بالشتاء وشفت منه اللبنانيه، يعني انه ليش بتوقفوا؟ في ناس عم تاكل وبلشنا نعملها ومش الحال، صاروا يعرفوا العالم انه في بوظه بالشتاء، صاروا يجوا ياكلوا. طايفه مش طايفه بينزلوا، يعني تصور زبون طايف الدنيا عم بتشتي والحرارة كانت شي 6-8 سوري ما عم تنزل عندنا للستة، كانت شي 8-10 وطايف وفيت أكل بوزة على مورد وفيت عم بيقول لي أح، قلت له مورد؟ صار يضحك قال لي أنا ما بحب ما بيأكل غير مورد صيفا شتاء، كيف قعد أكل البسكوت خلصوا. عندي شاب بيساعدني بشيل بحط بلهم من لي هاي من لي هاي اوكي، بس اذا ما انت واقفه اذا ما انت موجوده بالشغل ما راح يمشي الحال. حتى انه اوقات بس فل في زبونات بتيجي وين ومتري بيتعودوا العالم، وهيدي شغله كتير مهمه، حضور صاحب المصلحه بالشغل من زمان وجاي معروفه. وهيدا انه اذا صاحب المحل مش موجود، لان في ما بتعود علاقه زبون محل بيع، يعني فيك تفوتي حلا محل تشتري قطعتي بتعملي حالك وتظهري، في كيف؟ بس هون في مرحبا، في كيفك، كيف العيلة، كيف الهيدا، هالأخذ والعطاء، هالريلاسيون بين العالم، هاي اللي بتقرب العالم لبعضها. وهيدا اللي هون أنتر بارانتيز رح قال له ما بيعطيك العافية لطوني، هو مش بس عم بيحكي عن الأكل، عم بيحكي على هالتقارب بين العالم، عم بيحكي هالريلاسيون المفروض تصير بين العالم، بحكيك وبتحكيني وبتشيل وبتحط، لما بيكون في ديالوج، لما بيكون في اخذ وعطاء بخف الحقد، بخف الكراهيه، بتخف الهيدا. هون عم بقول له لطوني يعطيك العافيه، في كيف؟ لانه من وراء او من وراء اللي عم بيشتغل مثله او شيء او هيدا، بس هو عم يحكيك بشغله بحب لبنان، نحن عم نشتغل لانه بنحب لبنان. بقى ليه هالطريقه هيدي؟
مره بالشهر بدق لي بيقول لي عندي سبيشال اديشن تخلص بكره. يا حبيبي وين تخلص بكره؟ ما خبرني قبل بوقت. وبصير انا اركض واركض واركض واركض. راحت عليك الكرزات. هيك اجان عند اجان هيك راحت الكرزات. دبر حالك راحت الكرزات. لا هلا في عندك جاي الموسم الجديد الصبيرات. فهيدا البطل البوظه كله بده نفس كله بده نفس. فيك مثل صغير في زبون عم ياخذ حليب وحامه. قلت له لا سوري بدي احط لك نكهه بالنص. قال لي ليه؟ قلت له حامض على الحليب مزعجه. حطيت له نتفه شوكولا بالنص. الحامض مع الشوكولا منيح كسرتي والشوكولا مع الحليب منيح كسرت له هالريلاسيون بين الحامض والحليب. صار يجي حليب شويه شوكولا بعدين حامض. عرفتي كيف؟ اعطيتيه الطريقه اعطيتيه لهذا. هلا في اوقات ناس بتحب الاشياء تعلمت اوقات مزبونات حط هاي مع هاي جربي بتذوقي كله نفس. هني وقت بلشوا بالحليب بالزمانيات بلشوا حليب مع مسكي وزعتر هيدي الباد. هلا صاروا يغيروا في طعمات كثيره. روحي لبرا بتشوفي طعم لبان بتشوفي ما بعرف شو بتشوفي طماط. هلا اخر نهفه طماط وزيت زيتون وعرفتي كيف. فيك تعملي اللي بدك اياه بس هل هي بوظه؟ هلا مثلا طلعت براسي عم بضحك يعني عرفتي كيف على سيره طعمه القشطه والابوكا. قلت له عم فكر اعمل ابوكا سلاد وعملها بوظه مع البهار مع الزيت مع هذا تشوف كيف بدها تطلع. لك شو بيك؟ قلت له ايه بدي اعملها هيك وبعدها براسي بدي اعملها هيك تشوف كيف بدها تطلع لانه انا بحب الابوكا ان طونك سلاد. بحط لها نتفه زيت شويه بهار نقطه خل عرفتي كيف؟ هيك للميزه لل أفضل السيارة. أنتوني صار مش إنه جاي بلوجر عم بيعمل مقابلة أو بالنسبة لي أنا بفتكر هو ذات الشيء لأنه أوقات بيمروا كراعي على المطار. هذيك مرة مرق مأخر الطيارة نقعد عندك شوي نتسلى عندنا شي نص ساعة تسلينا أكل بوزة وأكل شربنا قهوة عرفتي كيف؟ منه من الأشخاص لأنه هيك بيقطعوا يعطيه العافية سلمولي عليه كثير. أهلا وسهلا ساكن بدكم.